آه شكرا لجريدة الحياة اليومية اليوم بغينا نعرفه واش حنا في المغرب واش عدنا دستور وعدنا قوانين تجري على جميع المواطنين ولا عدنا واحد الفئة تتخضع لهذا القانون وهذا الدستور وعدنا فئة أخرى ما تتخدعش رأي اليوم لا يعقل ما يحدث في دارك الداري، واش مستشار هنا دابا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولينا كنشوفوا دابا المغرب كله سيق الخبار مستشار تيمارس حقه الدستوري مصوتين عليه المغاربه باش يمثلهم مصوتين عليه الساكنه ديال دار القداري باش يدافع لهم على المصالح ديالهم تا يجي تا يطلب هذا المستشار هو شيء طبيعي جدا انه جا باش يدافع على المصالح ديال الساكنه تا واحد نقطه نظام خارج الموضوع فاذا بالرئيس ديال دار القداري ينهالوا عليه بالسب وبالقذف وبالشتم امام مراه واعين المنتخبين وامام مراه واعين السلطات والصحافه هذا والاعلام هذا 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 لا اظن انه انه شيء اللي هو مقبول لا من المفروض خصوصا اذا صدر صدر من واحد اللي من المفروض انه يشرع داخل قبه البرلمان. والله هو يخرق القانون امام مرأة واعين جميع المغاربه فكيفاش المغاربه غيتيقوا في هاد البرلمانيين وكيفاش المغاربه غيتيقوا الان في هاد القوانين اللي كتجي من هاد المؤسسه التشريعيه الا ولينا كنشوفوا واحد من اللي تشرع ما بغى يحترم هاد القوانين وبغينا نعرفوا ايضا وهذه رساله نوجهها للسيد عامل اقليم سيدي قاسم بغينا نعرفوا واش السلطات المحليه في شخص السيد باشا بلديه الدار قداري باشا باشا الدار قداري واش هو في موقع محايد ويمارس المهام ديالو ولا هو جاب باش الرئيس لان احنا شفنا الباشا هو اللي خرج المستشار لا يعقل المستشار تخرجوه من الدوره وهو جاي متل ويدافع على الحقوق ديال الساكنه والنقطه الفريده اللي كانت مدرجه ديال بيع القطعه الارضيه ورا رأ 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 المستشار وحنا كساكنة ديال دار قداري راه ما تنقبلوش اننا نرهنوا الاجيال المقبله والملك الجماعي اسمعوا المغرب الملك الجماعي واش كيتباع ديال البلديه راه ما يمكنش ملك جماعي يتباع واش الناس كتشري دابا انت, انت هو دابا هاد, هاد الرئيس وهاد الناس اللي في المجلس تيشريو الاراضي لأولادهم فيما هو شخصي ولكن الملك ديال ديال الجماعه اللي الابناء الفقراء عندهم واحد النصيب منه بغاو يبيعوه ويرجعوه ديالهم وكفانا من هاد العباد الله يرحم الوالدين ونلتمس من سيد وزير الداخليه ومن المجلس الاعلى للحسابات انهم باش يوفدوا واحد لجنة ديال تقصي الحقائق وديال التفحص ديال دار الداري ديال الوثائق راه هاد الناس راه ولاو تيديروا اللي بغاو ولا حول ولا قوه الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل